اهلا بكم من جديد. امبارح في احتفالات تنصيب الرئيس وفي عز الفرحه كان هناك من اصر على افساد هذه الفرحه، زي ما انا قلت كده قبل الفاصل، سارقوا الفرحه، مطفئوا فوانيس البهجه المصريه، مجموعه من ما نقدرش نقول الا هم من الضائعين، وما ينفعش نقول عليهم متحرشين، لان التحرش رغم بشاعته يعتبر لا شيء لما تم بالامس في ميدان التحرير. الناس بتسأل إزاي الحيوانية بتخرج بهذا الشكل من الناس في هذا الزحام. موضوع محتاج دراسة يعني. وبرضو ستات كتير جدا قالوا مش عاوزين نسمع إن الغلط هو غلط البنت لأنها مش عارف لابسة إيه وداخلة ميدان التحرير. ما هو مش ده، وكأن اللي بيطرح القضية دي كأنه بيجد مبرر للشباب إن هم لما يلاقوا بنت لابسة فمن حقها تلبس يعني، ونازلة تفرح يعني، هو كل واحدة لابسة ونازلة الميدان يحصل فيها الشيء البشع ده اللي احنا شفناه وكلنا تخيلنا يعني إخواتنا وبناتنا في هذا المشهد المؤلم جدا، اللي لو فضلنا سنين مش هينفع أبدا نضمده أو نعالجه بشكل أو بآخر. أنا معايا الحقيقة ضيفتي هي اشتغلت على الموضوع من زمان، ليس على مستوى مصر فقط، وإنما هي ترصد الظاهرة بشكلها العربي، وإن كانت مصر للأسف لها يعني لها رقم ومنزلة عالمية في موضوع التحرش، ونتمنى إن احنا نتخلص من هذا العار الذي يحيق بنا كشعب مصري صاحب تاريخ كبير جدا.